النشرة الثقافية من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. ستحتضن مدينة مستغانم فعاليات الدورة الثامنة من الشعر الملحون بداية من 16 ديسمبر الجاري، وتتواصل على مدار 3 أيام بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي. التظاهرة احتجبت لسنتين بسبب جائحة كوفيد، وينتظر أن تسلط الضوء على التراث الثقافي غير المادي للجزائر. كما سينظم خلالها يوم دراسي حول الشعر الملحون ومكانته في المغرب العربي. تتنافس 8 عروض مسرحية على جوائز الأيام الوطنية الأولى فتح بربار لمسرح الشباب، التي ستنظم من 6 إلى 11 ديسمبر الجاري بالجزائر، حسب ما أفاد به وليد عبد الله رئيس جمعية المنارة في ندوة صحفية عقدها بالمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطرزي. الدورة الأولى من هذه التظاهرة برعاية وزارة الثقافة والفنون، وتعد بمثابة وقفة تكريم لسيدة المسرح والسينما والتلفزيون الراحلة فتيحة بربر. كما ستعرف عدة تكريمات لوجوه فنية معروفة أمثال بهية رشدي ومصطفى عياد، وكذا حضور الفنان الليبي القدير أحمد علي سالم ضيف شرف. ولمزيد من التفاصيل يحضر معنا المخرج وليد عبد الله رئيس جمعية المنارة الثقافية. أهلا بك سيدي. صباح الخير للجميع، شكرا على هذه الاستضافة القيمة. أولا نهنئ أنفسنا ونهنئكم بهذا المولود الإعلامي الجديد. يبقى دائما منارة للثقافة، وخاصة اهتمامكم بالشأن الثقافي والمسرحي. أطلقتم هذه الأيام المسرحية الوطنية فتيحة بربار لمسرح الشباب تحت شعار المسرح شباب متجدد، لماذا اخترتم هذه التسمية؟ أكيد المسرح شباب متجدد، واليوم نعيش في الجزائر الجديدة، وكل شيء إن شاء الله جديد، في حياة جديدة وإبداع جديد للشباب، له طاقات وقدرات في مختلف الفنون، سواء في الكتابة الدرامية أو الإخراج المسرحي أو كذلك في السينوغرافيا وحتى في التمثيل المسرحي. حدثنا عن الورشات التكوينية خلال هذه التظاهرة. أكيد الأيام الوطنية فتيحة بربار يعني هي فرصة كذلك سانحة للتكوين المسرحي للشباب، خاصة أنهم يعني الموهبة جميلة جدا، لكن كذلك الشباب يحتاجوا إلى تأطير ويحتاج إلى تكوين. راح يكون معنا إن شاء الله في ورشة إثراء الكتابة الإبداعية مع الدكتور لمين بحري، اللي يعني هو دكتور من جامعة بسكرة، اللي راح يكون في هذه الورشة. كذلك الأكاديمي خريج المعهد العالي للفنون الدرامية منير بومرداس، الذي سيقدم ورشة في فن الارتجال، وكذلك هناك محاضرة مع الأستاذ عساوي عبد الوهاب في الرواية والمسرح، وندوات فكرية وأدبية، معرض الكتاب وبيع بالتوقيع، وافتتاح وفرصة كذلك افتتاح مقهى بومرداس الثقافي مع الأستاذ عبد الرزاق بوكبا. ما هي النشاطات التي ترافق هذه التظاهرة؟ أكيد يعني هناك جو تنافسي للأيام الوطنية فتيحة بربار، أعمال مسرحية، 8 فرق مسرحية تتنافس على جوائز المهرجان، وخاصة يعني فرق القادمة من مختلف ولايات ربوع الوطن. عروض خارج المنافسة من تقديم جمعية المنارة، عمل مسرحية براغيث اللي راح يكون بعد الافتتاح الرسمي لهذه الأيام، مسرحية براغيث ربما العمل الأكثر تتويج داخل وخارج الوطن. كذلك نقدم مسرحية المهرج وآخر إنتاجات الجمعية أو الهيئة المنظمة لهذه الأيام، والعمل اللي كان رعاية من وزارة الثقافة والفنون. أما العرض الافتتاحي سيكون لمجموعة من الشباب المبدع في التعبير الكوريغرافي إن صح القول، عمل تحت عنوان وقائع، يحكي يعني عن الثورة الجزائرية أو إبان الثورة التحريرية المجيدة، خاصة نحن في هذه الأيام هي تزامنا مع مظاهرات 11 ديسمبر. ما هي الجوائز التي ستكلل هذه الأيام؟
إذا تكلمنا عن الجوائز، هي 7 جوائز رسمية، جائزة أحسن عمل متكامل أو جائزة فتيحة بربار ذهبية لأحسن عرض متكامل، جائزة أحسن إخراج، جائزة أحسن نص مسرحي، جائزة أحسن سينوغرافيا، جائزة أحسن ممثل وأحسن ممثلة، وجائزة لجنة التحكيم التشجيعية. هذه فيما يخص المنافسة. وهناك يعني كنا أطلقنا كذلك جائزة أفضل شخصية مسرحية التي ستكرم في حفل الافتتاح الرسمي التي عادت للفنانة الشابة من ولاية تمن راست وهبة باعلي، نظير ما قدمته للمسرح الجزائري والكثير من الجوائز لها في رصيدها داخل وخارج الوطن. شكرا جزيلا لك السيد المخرج وليد عبد الله، كنت معنا من الجزائر. شكرا لكم، يعطيكم الصحة على هذه الالتفاتة الطيبة، شكرا للجميع. يواجه العالم موجات من الأوبئة التي تفتك بالمجتمعات والثقافة على غرار فيروس كورونا، لكن التعايش والمواجهة لم يغيرا من السمات الثقافية للشعوب. يقال من الأزمات تخلق الهمم وتكلل مظاهر الإبداع والتضامن بين الأفراد. هذا ما كشف عنه وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم شرقا وغربا، إلا أنه لم يغير السمات الثقافية التي يمتاز بها كل مجتمع عن غيره، بل أعاد الواجهة الثقافية إلى أهمية التعايش، التنوع والثراء الثقافي. وباء كورونا ربما من الأوبئة النادرة في التاريخ التي مست المعمورة كلها، ولذلك فرضت نوع من التضامن الدولي في هذا المجال، المجال بوصفه خوف يمس كل المعمورة. فالجانب الثقافي الأكيد أنه جانب حاضر في هذا المجال، خاصة مع ما نشهده من عموم أو انتشار وسائل الإعلام السريعة التي تنقل الخبر. أبرزها الطرق الملهمة والمبتكرة التي تفاعل معها رواد مقاطع الفيديو لسكان إيطاليا بالغناء الأوبرالي من شرفاتهم أثناء العزل الذاتي، في حين رواد السينما لم يثنهم الوباء ففتحوا دور السينما والمهرجانات في الوطن العربي. الشأن الثقافي الأكيد، لأن الإنسان كائن ثقافي حاضر وبقوة في هذا الوباء. رأينا أن كثير من الناس عادت إلى نصوص أدبية تحاول من خلالها أن تستقرئ الكائن وما سيكون. بعد تعافي قطاع الثقافة من تداعيات الأزمة لفترة وجيزة من الزمن، يبقى التعايش مع صراع الأوبئة للمجتمعات عبر العصور الحلقة الهامة في الثقافة وزمن الكورونا. أصدر الكاتب الجزائري سامي عصاد كتابا يشاطر من خلاله قراءه نظرته حول ترقية السياحة الصحراوية في الجزائر. الكتاب بعنوان الملحمات الثلاث، أبجديات المغامرة في الصحراء، ويصف المناظر والتراث الثقافي والهندسي لعدة مدن وواحات عبر سرد قصة الشاب الترقي أميستان المنحدر من مدينة جانيت، الذي ينطلق من وادي ميزاب بغردايا ليصل إلى الحظيرة الثقافية لتاسيلي ناجر. وفي كل مرحلة يتحدث الكاتب عن النشاطات السياحية والتراث الثقافي اللامادي للمنطقتين المصنفتين ضمن التراث العالمي من قبل اليونسكو. تناولت السينما عدة أفلام تدور أحداثها حول عباقرة تركوا بصمة في مختلف المجالات، فاستحقوا بذلك تكريماً يخلد أسماءهم إضافة إلى إنجازاتهم. Excuse me,
Can I help you today? I'd like to buy a car. Love and Mercy. الفيلم يدور حول حياة المغني المنعزل براين ويلسون ابتداء من نجاحه الفني الكبير في بدايته خلال حقبة الستينيات إلى انهيار العصبية الذي أصابه من متابعة وملاحقة الأعلام لحياته الشخصية حتى عودته وظهوره مؤخرا في الساحة الفنية. Like Stars on Earth. الفيلم لطفل هندي لديه مشكلة في القراءة والكتابة، يقرر أبوه نقله لمدرسة أخرى داخلية لعل حاله يتحول للأفضل، وهناك يلتقي بمدرسين يتبعون أسلوب الضرب في التعليم حتى يأتي أستاذ جديد ويكتشف قدرة الفتى ويتحول لرمز إلهام بمدرسته وبين زملائه ومعلميه. Heil bloody Hitler. The Imitation Game. الفيلم حول تورينغ عبقري الرياضيات البريطاني وعالم الكمبيوتر الذي قاد مهمة للقضاء على لغز شفرة إنيجيما الألمانية التي ساعدت في فوز الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، فقد ساعد في تطوير أجهزة الكمبيوتر في جامعة مانشستر بعد الحرب. I have asked Elaine to travel with me to America. The Theory of Everything. فيلم يؤرخ قصة حياة العالم الشهير الموصوف بأنه أذكى رجل على قيد الحياة ستيفن هوكينغ، يحكي عن دراسته وجوائزه ومراكزه العلمية، ارتباطه وزواجه، وكيف تعايش هو وزوجته جين مع إصابته بمرض العصبون الحركي الذي أفقده القدرة على التحكم في أطرافه. Rain Man. يموت الوالد ويترك إرثا كبيرا لأخويه لا يعرف أحدهما الآخر، يحاول الشقيق الأصغر الاستحواذ على الميراث كاملا، ولكن يكتشف أن لدى أخيه المصاب بالتوحد قدرات عقلية بالغة النبوغ، فيبدأ بالتقرب منه. Watch my chips. I'm going to be back in a second. Go right ahead. تتواصل بالدوحة النسخة 11 لمهرجان كاتارا للمحامل التقليدية إلى غاية 18 ديسمبر الجاري، ويضم المهرجان العديد من الفعاليات التراثية المميزة. وأنت تمشي على شاطئ كاتارا بالدوحة القطرية ينتابك شعور بالانتقال إلى عالم مغاير، وكأن الزمن عاد بك إلى الوراء لعشرات السنين، فيتراءى لك أهل قطر قديما وهم على أهبة الاستعداد لإطلاق سفنهم بحثا عن اللؤلؤ أو لصيد الأسماك. هذه الأجواء هي جانب من فعاليات مهرجان المحامل التقليدية في العاصمة القطرية، ويشهد مشاركة 9 دول إلى جانب قطر، هي الكويت، سلطنة عمان، السعودية، العراق، إيران، اليونان، الهند، زنجبار وتركيا. وتتميز النسخة 11 بباقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تمثل لوحة تراثية حية تعكس تراث الأجداد، والهدف إحياء المخزون الثقافي والموروث الشعبي والتعريف بكافة تفاصيل الحياة البحرية في الماضي الأصيل والمحافظة عليها. وتحضر الفنون بقوة في المهرجان من الفرق الشعبية التي تقدم عروضها تجوالاً في أرجاء المهرجان بكاتارا، كما تشتمل الفعاليات على معارض المقتنيات التراثية البحرية للدول المشاركة والأجنحة الخاصة للحرف اليدوية التقليدية وورش صناعة السفن والأدوات البحرية القديمة، بالإضافة إلى المسابقات البحرية التراثية. جدير بالذكر أن الطبعة هذه تتزامن مع احتضان الدوحة لكأس العرب 2021، وهي سانحة لضيوف الدولة والسياح للتعرف على تفاصيل التراث القطري والخليجي. نهاية النشرة الثقافية، إلى اللقاء.